نبات الغاب أو البوص كما نشاهد من نباتات العشبية، وهي تتبع الفصيلة النجيلية، وكما نشاهد تنمو على جوانب الترع والمصارف أو أي مجاري مائية. يا سادة، كما ذكرنا الغاب أو البوص يفيد البيئة، حيث أنه زراعته على المصارف أو بجوار محطات تنقية المياه الغاب يولد الأكسجين ويقوم بتنقية المياه وإزالة الروائح الكريهة بها. سيقانه كما نشاهد تصل إلى من 2 إلى 4 متر، أما الجذور فتمتد في الأرض من 40 إلى 100 سنتي تقريبا. جذور الغاب هو له فوائد عديدة للبيئة، حيث يعالج مياه الصرف الصحي ويزيل الروائح الكريهة. يصنع من الغاب الناي أو الآلات الموسيقية النفخية، الصنانير، الأسبتة المنزلية أو الأسبتة التي توضع فيها بوكيهات الورد أو أنواع الزهور. والغاب كما نشاهد له قدرة على الانتشار السريع، إذن زراعته لن تكلفنا شيء، وله فوائد متعددة. وللأسف الشديد احنا بنعتبره في مصر أنه حشيشة. هذه أنواع الغاب. لكن يقال أنه يمكن أن يستخدم كعلف للأبقار والجاموس، لأنه يحتوي على العديد من المغذيات زي الكالسيوم والمغنيسيوم ومجموعة فيتامين ب و ث و ج و ألف. إذن النبات في الطور الأخضر يمكن أن يستخدم كتغذية للأبقار والجاموس والحيوانات المضطرة عموما. نحن نوثق للريف المنتج للزرع والضرع. هذه يمكن أن نقول عليها سدة أو تعريشة، وهي مصنوعة من الغاب أو البوص. وكما ذكرنا قبل ذلك الغاب أو البوص يصنع منه السدة كما نشاهد، كما يصنع منه الأسبتة جمع سبت إن كانت أسبتة منزلية أو أسبتة لتقديم أو الزهور. وبالطبع يصنع منه آلات الموسيقى النفخية اللي هي الناي وغيرها من الآلات التي تصنع من البوص أو الغاب. للغاب فوائد عديدة، كما ذكرنا فوائد تعود على البيئة بفائدة كبيرة، والاستخدامات الغاب المتعددة، الغاب أو البوص. ما زلنا نوثق لملامح الريف. وهذه بالات القش أو المتبقيات الزراعية تستخدم لدراسة وعمل علف للأبقار والجاموس.